النهارده بقى بتاعنا، وهي مباراه القطن ثم القادم وهو مباراه الهلال. ما ينفعش تحت اي ظروف ما نسمعش مستر كولر اتكلم ازاي وقال ايه، وعشان عندنا كلام كتير جدا هنناقشكم فيه ونقول لكم كيف يفكر مستر كولر. الماتش ما كانش بسهل زي ما الناس متصوره، الماتش كان صعب جدا ما بسبب درجه الحراره العاليه جدا. قدرنا ان احنا نتاقلم شويه الفتره الاخرانيه بكام يوم اللي فاتوا، ساعدونا ان احنا نقدر ان احنا نتعود على الجو ده. قدرنا ان احنا نلعب بهدوء، نستغل كل فرص، نلعب لقدام. عملنا كل اللي احنا اللعيبه نفذت كل اللي انا قلت عليه. كهربا احرز 3 اهداف، وده طبعا يعني شيء كبير جدا، فوز مستحق، فوز كبير. لكن يعني الحمد لله تعبنا كتير عشان ناخد الفوز ده. اللعيبه كانت مركزه جدا، تركيز هو مفتاح السر في الماتش ده. كنا مركزين جدا، اللعيبه كان حطاها هدف محدد ان احنا لازم نكسب الماتش، وطول ال 90 دقيقه مركزين على الهدف ده من قبل الماتش واثناء المباراه. كنا هاديين جدا، والكره معانا، بنلعب كره لقدام، بندور الكره كويس جدا، ما خسرش الكره بسهوله. كل دي الكره اللي انا دايما بطلب بيها لعيبتي، واللي بتمنى ان كل مباراه انها تتنفذ 100% اللي انا بقوله. 80% الكره بتاعتنا لو نفذت هنبقى دايما بنلعب الكوره دي. اهم حاجه بقولها ان التركيز كان اهم نقطه النهارده في مباراه النادي. فرقه سان داونز فرقه قويه جدا، فرقه عندها سرعات، فرقه عندها مهاره عاليه جدا، ما تتقارنش طبعا بفريق النهارده وفريق القطن. لكن المفتاح كان التركيز، التركيز الكبير، التركيز اللي قدام الفرق الكبيره ما بيسمحش ان انت تعمل اخطاء. اي خطا بترتكبه قدام الفرق الكبيره بيكلفك اهداف على طول، وده اللي حصل قدام سان داونز. لكن النهارده كنا مركزين طول الوقت عشان خاطر نلعب بالاداء الكويس ده. نقطه مهمه جدا جدا فرقت معانا كتير، ان احنا رحنا متاخر جدا جنوب افريقيا. يومين بس مش كفايه خالص على التاقلم على ارتفاع سطح البحر ونقص الاكسجين. اللعيبه كان باين جدا انها ما قدرتش في خلال يومين 48 ساعه تتعود على الاجواء ده، وده عنصر قاتل كان للعيبه. Ja, das hat sicher auch mit dem zu tun, wenn du lange Reise hast. الماتش بتاع المقاولين تعبنا جدا، وان احنا نطلع 10 ساعات طيران ده ارهاق ما حدش اكيد من الجماهير متخيله. تعب كبير جدا، توصل قبلها 48 ساعه بس الفرقه في بلد زي جنوب افريقيا. ارتفاع سطح البحر بيخلي التنفس صعب جدا، فاحنا حاولنا قدر الامكان نعد اللعيبه. لكن طبعا تاثير المباراه والسفر المتاخر كان ليه تاثير بدني مدمر على اللعيبه، كان باين في الملعب. مش حجج، لكن دي حقائق علميه. لكن احنا حاولنا ان احنا نعمل احسن ما عندنا. لو شفنا مثلا الماتش الاولاني هنلاقي ان احنا في الماتش الاولاني كنا احنا الافضل، احنا الاحسن بكتير. الفرق في المستوى بيننا وبين سان داونز مش الفرق ده خالص اللي يخليهم يكسبوا بالنتيجه دي، لكن للاسف العناصر دي ادت ان الفرق يبان كبير كده. انا كمان بقول النقطه دي ما وضحتهاش قبل كده، هي ان الجون الاولاني لسان داونز في القاهره جون مش شرعي. احنا النهارده كنا شفنا الحكم، وده قانون لعبه كره القدم، لما اللاعب بيتصاب زي منعم النهارده الحكم بيستنى الكوره تبقى الناحيه الثانيه خالص عشان ينزله. ممنوع ينزله في اتجاه الكوره. في ماتش سان داونز الجون الاولاني الحكم نزل اللاعب مش بس في اتجاه اللعب، لا ده نزله على الكوره على طول، نزل جري ورا هاني على طول. ده طبعا جون غير شرعي وكان المفروض ما يتحسبش، لكن الدنيا كده. انا سعيد بدعم جمهور النادي الاهلي، وبهتم جدا بدعم جمهور الاهلي ليا دايما. الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا، احنا مبسوطين ان احنا لغايه دلوقتي في كل البطولات ان احنا لعبنا فيها وبنلعب فيها، ان احنا عندنا امال وعندنا طموحات. ده قدر النادي الاهلي، وانا عارف ده انه لازم يكسب كل ماتشات، لازم يكسب كل البطولات اللي بيشارك فيها. احيانا ده ما بيحصلش، احيانا ما بيبقاش متاح لاسباب كتير بره الملعب جوه الملعب. لكن في النهايه طموحات جماهير النادي الاهلي انا عارفها كويس، ان لازم نكسب كل الماتشات. الفتره اللي فاتت عايز اقول انها كانت فتره صعبه جدا على اللعيبه. احنا بقى لنا اكتر من شهر ونص اللعيبه دي ما شافتش اهاليها، قاعدين بيسافروا من بلد لبلد، من مكان لمكان، لرحله لرحله، ساعات سفر طويله، درجات حراره عاليه، رطوبه عاليه، وبعدين تغير الجو بعدها ب 48 ساعه في جو تاني خالص. كل ده تعب وارهاق. بعد كام يوم اللعيبه هتروح المنتخب، مش هتاخد راحه، هيروحوا يتمرنوا تاني ويخشوا في تدريبات تانيه وماتشات تانيه. فكل ده طبعا فيه صعوبات كتيره، لكن عندي ثقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي، ونحن ان شاء الله نحقق كل حاجه جمهور الاهلي نفسه فيها ان شاء الله. سمعنا مارسيل كولر، ومارسيل كولر كان بيتكلم في بعض النقاط اللي ربما تعكس ليك طول الوقت ان هو شخص لديه مجموعه من الافكار اللي مؤمن بيها قوي. هو بيتكلم على كورته اللي بيحب يلعبها واللي بيحب الفريق يلعبها، واللي هو دايما دايما بيحاول يحافظ عليها وبيحاول يحافظ على تمسك الفريق بيها. ربما مع بعض الامور اللي مر بيها من صعوبات دمجه ما بين افكاره
وما بين طبيعه افريقيا اللي تعالى في ماتش الهلال السوداني وشوف كان بيتكلم ازاي عن اللي اكتشفه. كلامه مهم جدا برضو عن فكره الضغط بتاع المباريات، خصوصا مش فكره عدد الايام بقدر ما طبيعه المكان اللي انت رحت له. ويا جماعه للامانه احنا لو بنتكلم عن النقطه دي، مباراه ريني فايلر واللي كان فيها الاخذ بكل الاسباب، انت سافرت مع سان داونز وهو راجع على طيارته وخدت عدد من المباريات مختلف. انا هنا زي ما قلت مفيش نتيجه ممكن تكون بالرقم ده تبرر، ولكن انا بقول ان هو الراجل قال انا ما ببررش، ولكن بقول احد الاسباب العلميه اللي انا ما بتكلمش ان هي وجهه نظري كمبرر، ولكن بقول ان هو من احد الاسباب العلميه. طيب لما نيجي بقى نتكلم، كولر بيتكلم عن فكره التركيز، وهو بيتكلم ان قدام الفرق الاكبر كمان مستحيل تفقد تركيزك، ما بالك قدام الفرق الاقل. وعشان كده مهم جدا ان احنا نعرف ان مفتاح مباراه الهلال السوداني في مصر هو التركيز. وكولر لو عرف ان هو ما مر بيه من تجارب ربما فيها سلبيات كبيره جدا، يعني امور مر بيها فاجئته، ده لو قدر يطوعه بان هو عرف الحاجات اللي هو بيمتلكها واللعيبه بتقدر تعملها مع طبيعه كره القدم الافريقيه وشخصيه فرق افريقيا وازاي يقابل ده، احنا نقدر على مدار بقيه البطوله ان شاء الله لو تجاوزنا الهلال نظهر بوجه مختلف تماما، لان كولر عنده لحظات مضيئه جدا وعنده حاجات حصلت كلنا شفناها مقترنه اكتر بفكره التعامل مع الادوات كان ممكن يكون ازاي. انا عاجبني ان تصريح مباراه المقاولين العرب ما اتقالش بعد خماسيه سان داونز، يعني ما اتقالش في المؤتمر الصحفي لمباراه سان داونز، وده كان شيء ايجابي جدا لانه كان هيبقى غير مقبول التصريح في التوقيت ده، لكن كولر قاله بعد الفوز على القطن الكاميروني 4-0. اتكلم في نقط ايجابيه هي فكره الاستعداد النفسي اللي عمله مع اللاعبين خلال فتره اسبوع، ازاي ريحهم يوم خالص من التدريبات عشان يبدا يتعامل معهم نفسيا، ولاعيب النادي الاهلي واللاعب المصري بشكل عام بيبقى محتاج بشكل كبير جدا للتعامل النفسي ده، خاصه لما تكون النتيجه ثقيله. فان كولر ياجل الحديث عن مباراه المقاولين العرب لما بعد مباراه فوز ده شيء ايجابي جدا نتمنى نبني عليه، لكن برضو لازم نبقى واخدين بالنا من نقطه مهمه جدا، كان ممكن نعمل روتيشن بشكل جيد جدا في مباراه المقاولين، وعندنا عشان كده مباراه كاس الرابطه، يعني هنتناول الامر ده، النادي الاهلي بيطلب تاجيلها. لكن نروح لاحصائيات النادي الاهلي مع القطن الكاميروني بحيث ننهي مباراه الاهلي والقطن الكاميروني اللي هي ما خدتش حقها معانا النهارده بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله تكون يعني سبب في استعاده او اننا نفوز على الهلال باذن الله، وكون دوافع معنويه كبيره جدا قبل مباراه الهلال ان شاء الله. الاهلي استحواذه مع القطن الكاميروني كان 55% مقابل 45%، محاولات النادي الاهلي كان 7 اون تارجت، يعني اعتقد 8 اون تارجت مش 7. الاهلي سجل 4 اهداف، محاولات القطن الكاميروني كانت 2 من 7، يعني اعتقد مباراه النادي الاهلي تم فيها الاكتساح بشكل واضح جدا على ارض الملعب، وده يعني نتيجه للي حصل في مباراه سان داونز والتعامل النفسي اللي تم بين كولر واللاعبين، فقدرنا اننا نفوز على مباراه القطن الكاميروني.